استاذ الي رزق، اهلا وسهلا فيك مجددا عبر لبنان اون. اهلا وسهلا فيك، نشكرك على الاضافه. يا اهلا وسهلا. محاور كثيرة رح نضطر لها بهيدي الحلقه، اخرها يلي تم اعلانه امبارح عن الجيش الاسرائيلي وقنوات عربيه عديده بموضوع اغتيال هاشم صفي الدين بعد 3 أسابيع تقريبا من عمليه الاغتيال. لامبارح لا تم التاكيد، في توقيت او في اشاره معينه وراء هذا التوقيت اعلان امبارح الاغتيال؟ بالحقيقه هذا بالمايكرو بيسمى تكتيك حربي، بس اليوم انت بدك تنظر للماكرو بالموضوع. بالماكرو ما في شك حزب الله ارتكب خطيئه مميته. هالخطيئه المميته بدات من اعلانه قرار اسناد غزه منفردا، وهذا القرار جر لبنان الى عده انعكاسات وترددات سلبيه على المستوى الانساني المعيشي الاقتصادي العلاقات الدوليه. ولم يكتفي بهذا الموضوع، ولم يتعلم منذ سنة حتى الآن من هذه الخطيئة اللي ارتكبها، بل كفى يعمل عدة خطايا تحت هذه الخطيئة. أنه أعلن جهارا أنه نحن بدنا نمنع مستوطنين إسرائيليين من العودة إلى منازلهم، وهذا كلفتنا حياته لسمحت السيد، وحياة هاشم صفي الدين، وحياة العديد من القيادات من حزب الله، وجرت أنه العدو الإسرائيلي يعمل هجوم غير مسبوق منذ تاريخ تأسيس العدو الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي حتى الآن على لبنان، مما جرى لبنان واللبنانيين والحجر والبشر إلى مآسي لا في يعني ما فيك تذكرها بحلقة بساعة قديش جرت ويلت. والخطيئة الثالثة اللي يعني من نتائج هالخطيئة الكبرى أنه صار كل الرأي العام اللبناني ضده، وأنا بعرف أنه كلهم يعني كله إن كان الرأي العام المسيحي ولا السني ولا الدرزي، حتى من بيئة الشيعية اللي كانت هي داعمة لحزب الله بمقاومته لإسرائيل، اليوم أصبحت تعاني وتنوء وتتساءل لمصلحة من وليش ارتكبنا هالحرب. ما تعلم من خطيئة السنوار وخطيئة حماس اللي ارتكبتها بغزة للأسف، وصلنا رايحين ما بقى موضوع استشهاد، صار انتحار. أنا بتقلي بقول لك نعم لك تنتحر سمحت السيد حسن نصر الله، وانتحر هاشم صفي الدين، وسينتحر وانتحرت كل هالقيادات، لأنه عارفين أنه عم بيواجهوا عدو غاشم، عدو مدعوم دوليا. لأنه اليوم بالسياسة من العملية right or wrong، مين معه حق مين على خطأ، weak or strong، أنت ضعيف أو قوي. أنت قوي صحيح حزب الله كنت إعلانها بالداخل، أنت قوي يمكن هالقوة فقط القوة اللي أخذها لأنه ما كان في ولا أي قوة سياسية مناهضة له بالسياسة بدها تعمل حرب أهلية ولا تجر لبنان لحرب أهلية. استفاد هو، افتكر حاله أنه عنده هالفائض القوة، افتكر حاله صراوة من المجتمع الدولي ممثلا بالعدو الإسرائيلي. واليوم مشان هيك ما لقينا ولا أي استنكار ولا أي رادع دولي للعدو الإسرائيلي، لأنه كلهم مايلين له أنه هو تحت شعار عم يضرب الإرهاب. صار حزب الله من بعد ما كان حسن نصر الله الله يرحمه هو بطل قومي عربي بال2006 بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم صار للأسف بنظر المجتمع العربي الإسلامي السني أنه هو إرهابي وأنه هو يعني قتل ولم يستشهد. بقى هذا المفهوم تغير عند الرأي العام، وهذه الخسائر الكبيرة عند حزب الله. اليوم الشيخ نعيم قاسم مستمر بهذا المسار. أين هو؟ مستمر وين؟ بالخزاني ورا خزاني ورا يعني عيب، معيب الصورة اللي عم بيطلع فيها نعيم قاسم، معيبة لما قادة العدو عم بيطلعوا بالطرقات وبالشوارع ولما السنوار بيّن انه عم بيقاتل بالشوارع وبالكذا، ما بطلع انا كقائد في وراي خزاني ومعمل لي بوتوكس ومعمل لي فوتوشوب وبتصير في تساؤلات وتمسخر على الميديا، يعني ها كل طلعة لا نعيم قاسم عم تضر حزب الله. مش هناك يمكن وقفوا يطلعوا شو صاروا عم يعملوا، طلعوا محمد عفيفي من الشارع من الأرض، بس مين محمد عفيفي؟ آخر 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 واحد بحزب الله، يعني ما عادوا يلاقوا حدا موجود بحزب الله يقدر يوقف عجله يقدر يطلع فوق الأرض يعمل تصريح يدعم لحزب الله. مين اللي عم يشوف نوع عم يحكي على حزب الله؟ اللي كانوا حمائم بحزب الله اللي ما بحياتهم حكيوا بحزب الله، وين الصقور تبع حزب الله؟ بالمكرو بدك تتطلع بنتائج الحرب. للأسف أنا برجع بقول للأسف احنا بزعل على كل ضحية لبنانية بتروح، لأنه هو بالنتيجة إخواتنا وأهلنا وشعبنا اللي عم بتهجم. مقصودة أستاذ إلي من قبل الإسرائيلي اليوم أنهم يظهروا السنوار هيدا الشخص المقاتل لآخر رمق من حياته فوق الأرض، مثل ما كان عكس
السيناريوهات او الملامح اللي كانوا عم بيحكوا عنها انه هو كان دائما تحت الانفاق وتحت الارض وعم يترك شعبه يموت فوق، وما بين الصوره يلي تظهر فيها اغتيال السيد حسن نصر الله او حتى هلا هاشم صفيه. شوف العدو الاسرائيلي بحاجه يفرجي نوع بيواجه عدو جبار وقوي، ما في فرجيك انه هو قتل واحد جبان بس في تناقض بهالروايه انه في معه اثنين كان قضى محمود حمدان والاخر وين جدتهم. التناقض الثاني انا معي جعبه وفيها سلاح ورشاشات وكلش وكلاشينكوف وانابل بزت عليها خشبه ولا بقوس عليها للمسيره اللي صورتها. والتناقض الثالث انه في تقارير بتقول حماس كانت عارفه قبل منهار بمقتله انه هن عرفوا ثاني يوم، ويعني بس كل هيدا اخراج اسرائيلي مثل ما طبعا طبعا مثل ما اخرج فيلم المسيره التي ضربت منزل نتنياهو وشفنا انه في طياره هليكوبتر تفوقها سرعه وعم بتدليها كان على الطريق انه مش اول مفرق ثاني مفرق. هيدي بالحرب كلها بسموه معارك بالاعلام، صراع بالاعلام، صراع على الارض، صراع بارسال معلومات متناقضه to confuse the people، لتخلق confusion، لتستوعب صدمه مقتل حسن نصر الله والسنوار بدك تخلق كذا روايه مثل ما لاستيعاب خبريه مقتل هاشم صفي الدين. بتصير الناس يعني انه بعد ثلاث اسابيع سامحت السيد بعد يومين ثلاثه شلت شجتي مات ما مات السنوار، بيخلقوا حولها عده روايات، بيضيع الراي العام ما بيقعد مركز على روايه واحده. صارت معنا نحن ب 82 عندها اغتيال الله يرحمه بشير الجميل، عملوا لك صبره وشتيله. العدو الإسرائيلي عمل صبرة وشتيلة لتنسي العالم خبرية وهول مقتل واغتيال شهيد بشير الجميل. تعتقد أنه اليوم اغتيال السيد حسن نصر الله أتى بسبب بدء تقبله أو أنه يأخذ القرار فعلا بفصل جبهة غزة عن جبهة جنوب لبنان؟ لا، إعلانه عن منع المستوطنون أنه يرجعوا عشمي هذا الذي قتل سماحة السيد. مثل ما في أوقات بالسياسي بيقول لك دعس على لغم، شو اللي سمح باغتيال إلي حبايا؟ قرر يعمل مؤتمر صحفي يفضح شارون، هلا سبب باغتياله. بسموه لغم بالسياسه، دعس على لغم. سمحت السيد عم يلعب لعبه اكبر منه، مثل ما الله يرحمه الرئيس الشهيد رفيق الحريري فات بملف اكبر منه. فللاسف الدول لما انت كشخص بدك تحاول تطلع اقوى من مشروع دولي ولا مشروع عالمي يتم اغتيالك لانه انت بالنتيجه رقم عند الدول منك. يعني هذا المشترك بين الاغتيالات اللي هو ارتكبها شخصيا مش حزب الله، انه لما عمل هالمؤتمر الصحفي لم يرتد لانه العدو الاسرائيلي عطاه سنه وقف وقف خلصنا وقف ما تعمل وقف، ما كان يرتد، صار عنده فائض قوه وثقه وطلع بهذا الخطاب الشهير نحن صنع ونمنع المستوطنون. طيب هو قتل، قتلت القيادات، فات العدو الإسرائيلي، استباح أرض جنوب، تم تهجير من منازلهم وتدمير قرى ومنازل فوق المليون من إخواننا الشيعة واللبنانيين اللي أهلا وسهلا فيهم لأني مرحب فيهم وضيوف عنا ونحن ضيوف إني أهل البيت، أنا ما بعتبرهم أبدا نازحين ولاجئين، هؤلاء ناس عندهم كرامة، عندهم عزة نفس، عندهم أراضي، وتم تهجيرهم بالقوة. وصدقني ابن جنوب أبشع شيء عنده تقول له روح عود ببيروت ولا تروك أرضك ولا تروك بيتك، بستقتل بده يرجع على بيته، بده يقعد ببيته، بده يزرع أرضه، بده يعيش بكرامته وعزته وعنفوانه. هاي الكرامة عند ابن جنوب، والحمد لله كلهم مرتاحين وعينهم شبعانة رغم كل رغم بعض المناوشات اللي عم بتصير أو المخاوف من أنه هذا التهجير القسري أنه يكون سبب لمشكلة في الداخل اللبناني، مشكلة أمنية كبيرة بعض بيوصفها حتى بحرب أهلية ممكنة. أنا بأكد لك مش من أهل جنوب، مش صفات أهل جنوب، ابن أهل جنوب، ابن جنوب طيبة أو طبيعة وأرض يعني معلق بأرضه. هلأ بيصير في مناوشات من مهجرين من مناطق تانية من البقاع أو من الضاحية، موضوع آخر أنا ماني عايش معهم ما بعرف تقاليدهم، بس أنا عايش وربيان بجنوب وكل أهلنا بجنوب ما بنميز شيعة. نحن عنا بيت رزق بماس، عنا أكبر عائلة بيت رزق بماس الجمل، عنا بكل المناطق بجنوب عنا بمرجع عيون، عنا أهل وعشنا معهم أحلى الأيام، وهني هلأ نحن وياهم بجزين عايشين سوا، ما عنا مشكلة أبدا معهم لأهل جنوب. قديش هيدي المخاوف مشروع اليوم أستاذ إلي؟ مخاوف الحرب الأهلية؟ ليك الساحة للأسف بهذا الانقسام العمودي بين المهيئة إذا بدك لحتى إذا في مشروع دولي لإحداث حرب أهلية ما للوصول إلى تقسيم ما ولا إعادة خربطة جغرافيا،
الموضوع وارد، بس هل هناك فريق مستعد أو مجهز؟ بقول لك لا. لا اليوم للأسف واجه أصابع التهم إلى القوات اللبنانية، تنكون صارحين وواضحين. لا حرام، يعني بالعكس القوات اللبنانية عم تواجه بالسياسة والقوات اللبنانية، ويمكن هذا العتب كبير من أغلبية المنتسبين إلى القوات اللبنانية، إنه الحكيم دكتور جعجع قدي عم بيكون حكيم بموقفه، إنه بالعكس ما عم بيجر البلد أبداً أبداً، عم بيبعدها وعم بيحاول قد ما فيه، رغم أنا عم بقلك فيه استياء من القاعدة، والقاعدة عم بتطالب يكون في مواقف أكثر جدية، لأنه القوات معودين نحن أيام الحرب الأهلية إنه نحسم بقوة المدفع وقوة البارودة ونفرض شرط سياسي مثل ما عملنا أيام الله يرحمه رئيس بشير جميل. بس لا، الدكتور جعجع أبداً أبداً منه متجه نحوه، وما بي بس بتقلي عم بيعمل جهده ليمنع الفتنة، بقلك إيه عم بيعمل خطابات هادية وحكيمي بهذا الموضوع أبدا. تصريحات مبارح رئيس حزب رئيس تيار وطن الحر جبران باسيل عبر قناة الحدث العربية كان إلى واقع مختلف تماما، لو أنه بالجوهر تقريبا هو عم يحكي نفس الكلام من سنة حتى اليوم. بالضبط، ما غير قناعته الزلم. لا اليوم إذا بدك توظف غير إطارة لأنه في ناس للأسف ما بتعرف تستوعب الشخص لما بيكون عم بيحكي عن قناعة. الوزير جبران باسيل من أول نهار التقينا نحن فيه وكان دائما يقول نحن ضد وحدة الساحات، نحن مع تطبيق القرارات الدولية، ونحن مع الشرعية الدولية، نحن مع حزب الله بمقاومتنا لإسرائيل عندما تعتدي علينا إسرائيل، ولكن عندما يكون حزب الله هو المسبب بالاعتداء والبادي أظلم يعني ما فينا نحن نكون معه. هذا موقفه من أول اليوم، ونحن بالعكس نثني على موقفه ونثني على جهوده. اليوم كمان هو بالتواصل مع الأفريقان، لأنه الوزير جبران باسيل عنده مروني بالتواصل، عنده قدرة على الاتصال بالفريق المكون الشيعي، للأسف عم نحكي بهاللونجاج لأنه هي تركيب البلد، مكون الدرزي، المكون المسيحي الآخر. الوزير جبران براغماتي منفتح على الكل وعم يعمل لقاءات مع الكل، وبالعكس هو اليوم هدفه تطبيق قرارات دولية من 1701 والذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية وإعادة بناء الدولة والاستفادة من تجارب الماضي. حيد نوعا ما 1559 بموضوع سلاح حزب الله. الأمريكان محيدينه، الدولة اللبنانية محيدتها، كل الدول، هن لأنه بيعتبروا 1701 بكل مندرجاته كافي، ما في داعي تحكي بهذا الموضوع. لأن نحن لمسنا أنه حتى المفد الأمريكاني هوكستين لما أجا بيقول لك تطبيق 1701، والدول والأمريكا بتقول لك 1701، والمجتمع الأوروبي 1701، دول الخليج كمان إسرائيل بدها هيك، والحكومة اللبنانية. شوف نحن اليوم بغض النظر أنا شو بده العدو، أنا اليوم بمواجهة ومعركة وحرب مع هذا العدو. هذه الحرب أفضل الحروب استزمارون، اللي بتربحها بدون إراقة أي نقطة دم بالدبلوماسية. اليوم نحن فقدنا الليفرج تبعنا بالمفاوضات عندما نحن قمنا بالاعتداء على هذا العدو الغاشم، واعطيناه العذر او الحجة ان يقوم بهذه الاعتداءات ويستبيح اللي عم بيستبيحه تحت حجة استهداف عناصر بمفهومه انه هو ارهابيين ومخربين من حزب الله، وهذا الخطاب ملاقى دعم دولي وخاصة هلأ بالانتخابات الامريكية. ولكن عندما نحن كحكومة لبنانية نطالب نحن بتطبيق 1701، الحريبنا بدولة رئيس مئاتي، دولة رئيس نبيه بري اللي هو بيعلن ويعطي ألف عافية على جهوده المضنية، بنعرف نحن شو عم بيشتغل هالأيام، محاولة لحتى تخفيف من الأضرار والهجومات اللي عم تصير على البلد، بما أنه مفوض من الحزب، علينا نحن نطبق 1701 بالأول، نجي لأن نحن اعتدينا، مش معتد عليه، نحن معتدين بقى، نجي نحن منطبق 1701، ينسحب حزب الله إلى ما بعد الليطاني، بيفوت الجيش اللبناني، بما أنه في إعلان حكومي ورغبة حكومية وتأكيد من رئيس بري والقوى، وبتفوت اليونيفيل، يتم تطبيق من جانبنا نحن. ساعتها مين عمين بيصير الحق؟ لأنه أهم شيء بأي مواجهة أستاذ مارون أنك ما يكون الحق عليك، تقلب يصير الحق معك. هيدي بتعطيك لفرج أكتر بالمواجهة، أنه هلأ نحن الحق علينا، من قالكم تحرك شبوك للبيبيل؟ من قالكم انتو تهجموا؟ من قالكم انتو تساندوا؟ بوقت لم نجد أي دولة عربية. مثل ما قال باسيل أسقط عنه حجة الدفاع. أحسنت، مزبوط، هذا كلام كان حفر وتنزيل كلامه امبارح الوزير جبران باسيل، وأنا بأسف أنه لم يتم استيعابه من بعض القوى لأنه لأسباب. جاي أسألك اليوم أنا كيف لازم اليوم باقي الأطراف خصوصا المعارضين لسياسة حزب الله أنه يتلقفوا كلام جبران باسيل؟ لازم على قليل الزعماء المواردين المسيحيين أنه يشيلوا هلأ من حساباتهم انتخابات رئاسة الجمهورية
يستلفوا هذا الموقف ويطلعوا بجبهة وطنية عريضة موحدة مسيحيا أقله لحتى تم تطبيق 1701 والالتقاء والطلاقي مع الموقف السني الموقف الدرزي وموقف غالبية الشيعة اليوم بتطبيق هذا القرار. بس أول شيء بدنا نحط على جنب نشيل من رأسنا أنه في انتخابات رئاسية، لأنه هيدي بلا ما تكون نعمة للمسيحيين ونعمة للموارنة تحولت إلى نعمة على المسيحيين وعلى الموارنة موضوع انتخاب الرئاسي. يا ريت ما كان عندنا هذا الاستحقاق هلا، يا ريت ما كان عندنا انتخابات رئاسية. بس بتمنى أنا أنه هذا الموقف يعول عليه، ونحن التقينا بالشيخ سامي الجميل اللي عم يعمل مواقف كتير وطنية وشفافة وفعلا مستقبل واعد للشيخ سامي، وهو معروف عنه بشفافيته وبوطنيته وبعده عن كل المكاسب، لأنه ما عنده أي طموح رئاسي ولا أي شيء بيمنعه يعمل مواقف، وهو عم بيتلاقى مع الوزير جبران وفي رغبة عند الاثنين أنه تتكون هالجبهة، على أمل أنه الدكتور سمير جعجع يلاقي هال يعني هال 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 المبادرة في سئة اليوم. أستاذ إلي، يعني في كتير اليوم من التعليقات تصف جبران باسيل بأنه خان الحزب بوقت ما انكسر الحزب، طلع منه وتركه لحاله، فكيف أنا اليوم بدي أحط إيدي معه وما يعمل فيه مثل ما عمل بحزب الله؟ أنا اللي بلاقيه أو تكرار حتى تجربة مع رب، أنا اللي بلاقيه إنه حزب الله هو اللي خان جبران وخان ميشيل عون. لأنه اليوم دائما نحن منقول إنه صحيح حزب الله عطاه عمله لميشيل عون رئيس، بس ما عطاه رئاسة. من الذي أفشل عهد ميشيل عون؟ حزب الله وحلفائه، هن اللي ما خلوا يقوم بكل الإصلاحات لبناء دولة. من هذيك الأيام شعر جبران باسيل من هذا الاتفاق اللي عملوا مرمخايل اللي نص على 1-2-3-4 والاستراتيجية الدفاعية، كان كل وقت حزب الله عم بيضحك عليهم. شو عم بيضحك على حزب الله؟ طبعا حس الزلمة انه لا، يعني لوين جربنا ولوين اخذنا. وبالسياسة ممكن انك انت ترجع تعيد قراءة بعض المعطيات، مثل ما دكتور جعجع عندما أراد أن يعني ينتخب ميشيل عون رئيس عمل معه اتفاق مع راه، مع أنه كان هو رافض أنه لترشيح ميشيل عون للرئاسة، صح؟ بالآخر لقى أنه الظروف السياسية مؤاتية أنه هناك فرصة لينعمل اتفاق. وعلينا دائما أن نحاول بالدبلوماسية وبالاتفاقيات، ما أنا مشكلة في ثقة ما في ثقة، الحكي والمواجهة بالكلام ما بتضر مثل المواجهة بالعسكر وبالصواريخ وبالدمار. يعني ده اللي ادخانا أنا وياك بالإعلام، وده اللي ما توسق فيه وما أوسق فيك وما أعطيك وزير وتعطيني وزير خير إن شاء الله. بس هيك اللي عم بيصير اليوم على الأرض هذا يستدعي موقف وطني جامع أقله، ويبدأ بإنشاء جبهة لبنانية وطنية مؤلفة من كل المكونات السياسية اللي رافضة اللي عم بيصير اليوم. برأيك موقف باسيل نابع عن رضا من الرئيس ميشيل عون؟ أنا بأكد لك تمام، اللي بيعرف شخصيته للوزير جبران باسيل بياخد قراراته لحاله، ما بيسمع لحد، وعنيد بعيني معه، انه باوقات بس عناده نابع من منطق وطني، يعني ما فيك ما تنعجب بهالعناد تبعه. وفي كتير كاركتير، وحتى الشيخ سامي هيك بوطنيته عنيد، وحتى كنا نقول لوالده الله يطول بعمره شيخ أمين كنا نسميه العنيد أيام الكتائب، كان لأبو هذا. حلو أوقات تكون عنيد لمصلحة الوطن، حلوة هيدي، بس إنك تكون عنيد ضد مصلحة الوطن هون الكارثة. نحن بنتمنى يكون في لقاء أقله ثلاثي ما يوسعوا البقار بين الدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل والشيخ سامي جميل، كونهم هن اليوم بيعتبروا إنه إذا بدك قادة القوى الأكبر. من بعد هاللقاء يؤسس إلى توسيع اللقاء إلى لقاءات أخرى مع المستقلين المسيحيين والقوى المسيحية الأخرى التي تتلاقى مع هذه الأهداف، وبعدين من بعدها بيروحوا على السنة وعلى الدروس شوي شوي خطوة خطوة تنعمل. نعم. هيك بيمشي الحال. نعم. فشلت زيارة هوكشتاين برأيك أستاذ إلي؟ لا ما فشلت، هي أصلا ما كان عنده شيء إلنا، هي إلا يذكرنا أنه صلوا سنة بيقلنا هيك وحاول أنه I told you so الطريقة الأمريكانية بيقلك I told you so، وهذه آخر زيارة قبل الانتخابات، يعني ما عاد عنده قديش من هلا لنوفمبر 5 لخمسة تشرين، اصلا ما عنده شيء يقوله، واصلا ما بقى حدا يرد على هالاداره الامريكانيه قبل. مشان هيك اليوم حتشوف العدو الاسرائيلي حيستشرس اكثر بهجوماته البريه وبضرباته العسكريه، لانه بده يحاول يقضي على قد ما في يقضي عسكريا قبل 5 نوفمبر.
كم 6 نوفمبر حسب مين الإدارة اللي حتكون. إذا كفت إدارة هاريس العملية بتخلص أسرع، إذا انتقلت لترامب بتروح لجانيوري. هذه هي حجمة. نعم، ولكن يعني رغم تبدل الإدارة أم هلأ أنه خافت وهجة بسبب الانتخابات، في دولة عميقة بالولايات المتحدة الأمريكية. شو بدأ اليوم من لبنان؟ دولة عميقة من أمريكا؟ مين اللي عم يدير هالدولة العميقة؟ باراك أوباما هو اللي عمله، وباراك أوباما هو اللي قوى إيران، باراك أوباما هو اللي إدارة باراك أوباما اللي غيرت وقت البوصلة من قوة 14 أدار إيام بوش جونيور إلى إيران، وبلشت اغتيالات وقبت باطلة الإيرانية اللي صارت عملية الاغتيالات تقاضت 14 أدار، وهذه وقتها قالوا لنا إياها الأمريكيين بشكل مباشر بهدف وقتها بات الانتخابات. لما وصل أوباما قالوا لنا نحن هلأ تغير حديثنا وتغير لانجاجنا، ما بقى فينا نحكي بنفس اللغة، وفعلا تغيرت على الأرض وتم تقوية إيران. ومين اليوم اللي عم يمنع إسرائيل تضرب إيران؟ ومين اليوم اللي أفشى ضرب العدو الإسرائيلي على إيران؟ هذه الإدارة. بالعكس الدولة العامية هي بدها تقوي إيران، ما بدها تخلى إيران، لأنه اليوم أيه أثر العدو الإسرائيلي يضرب حماس ويدمر غزة ويضرب حزب الله يدمر جنوب، ولا رح يروح يضرب إيران؟ رأس العفا الأفعى تقتل بقطع رأسه، تقطع رأس الأفعى لا تقتله. روح ضرب الخامنئي يا أخي، ليش عم تضرب حسن نصر الله؟ ضرب الخامنئي كان حسن نصر الله اليوم خلص فقد كل سلاحه، فقد كل دعمه المالي. ما زال أنت عم تقول يا عدو إسرائيلي إنه إيران بيرفع اعتراف مسؤولين العدو الإسرائيلي إنه إيران هي اللي عم تمول حزب الله بالسلاح وبالمصاري وعم يضرب لها أزرعها هون بسوريا. طيب روح اضرب الرأس الأفعى، ليه عم تضربنا؟ لأنه الأمريكاني مانعوا بهالإدارة. طيب إلى أي مدى اليوم في قرار جدي وفعلي بإنهاء حزب الله بهذه الرعاية الأمريكية؟ لا، هذا اتخذ القرار، قرار متخذ من سنة وأعلنها من هون، نحن من حوالي 7-8 شهور قرار اتخذ بالتخلص من أذرع إيران بالمنطقة. بعد عندك الحوثي وعندك الحشد الشعبي، بدك تشوف شو بده يصير فيه. سوريا انتهت، بطل فيها إيران. إيران بسوريا لم تعد هي فيها القرار للروس. نعم، مين أخذ هالقرار أستاذ إلي؟ بعدك عم تقول يوم دولة العميقة بدأ إيران وبدأ تضل قوي إيران. إيه بدأ إيران، بس لم يعد هناك حاجة للأزرع، لأنه اليوم العدو، ما تنسى الدولة العميقة بدها تسير العدو الإسرائيلي كمان، يعني بدها تحافظ على إيران لأنه أمن لها أهدافها بالمنطقة، بدها تحافظ على العدو الإسرائيلي. اليوم عم بيفاوضوا النظام الإيراني، غير إيدائك بالمنطقة ونحن بدنا نتخلص من هالأزرع. الأوقات هي القيادات السياسية بتاخد قرار أنه خلصوني من قيادات العسكر، مثل ما النظام السوري تخلص من جامع ورستم غزالي وغازي كنعان وكل القيادات كانت تسبب له إحراج بمقتل باغتيال الله يرحمه رئيس الشهيد رفيق الحريري. العدو الإسرائيلي لما كان عم ينسحب من الجنوب تم التخلص من عقل هاشم وكل القيادات اللي يعتبروا صقور. بقى اليوم النظام الإيراني هو عم يبيع هالمعلومات للأمريكان، خلصونا من سليماني، في أخذ وعطى بين القيادات السياسية. ليه؟ النظام الإيراني بده يجيب ابنه مجنتي خامنئي وبده يشيل العقوبات وبده يأمن استمرارية النظام. قالوا له بتغير الإيداء، إذا ما بدنا نغيرك مثل هلا الرئيس بشار الأسد، غير إيداءك منحافظ على حكمك، بتغير الإيداء يمشي الحال. ما بتغير الإيداء مثل اللي غلطة الخطيئة اللي عملها سمعت السيد إنه ما غير إيداءه، بدي تهريدات اغتيال، إيه بدي أمنع المستوطنات. أنت قد هاللعبة وقد هالكلمة. طيب منعت 500,000 عدو إسرائيلي ما ينزل على بيته، كم واحد هجرت من جماعتك؟ يعني اليوم إذا أنا وياك عم فوت بمعركة وأنا ضربتك بعينك عملت لك عيني زرع، بس أنت كسرتني كسرت لي ضلوعي، تكون أنا المنتصر ولا أنت؟ طيب يوم زدت أزيفي على العدو الإسرائيلي بهر إزاز بنعمل انتصار، بيجي العدو الإسرائيلي بيدمر لك مجمع بنيات منقول انتصرنا. ما يعني ما صار في استخفاف بعقول ناس بالقرن 21؟ هذا اللغة الخشبية تبع الصحاف هذه كانت بالقرن 20، لم تعد تصلح الآن. العلوج وانتصرنا ودحرناهم ودبحناهم شوية، يعني هني عم بيفقدوا مصداقيتهم. بتصريح مبارح محمد عفيفي يعني ما خلى شيء من حزب الله، هني كل ما يطلعوا بتصريح كل ما يطلعوا مقابلة بخسروا حال. اليوم القرار متخذ بإنهاء حزب الله عسكريا. نعم. فقط؟ ايه أكيد، على إبقائه سياسيا طبعا، ليه لا، حقه يبقى سياسيا مثل ما بقيت القوات لما سلم سلاحها، مثل ما بقي الاشتراكي لما سلم سلاحه، مثل ما بقيت حركة أمل لما سلمت سلاحها. إذا ما سلم سلاحه؟ لا، هوني ساعتها بيكون عم ينتحر مثل السنوار، ما حيبقى حدا منهم قيادي عسكري، ما بقي حدا حتى الليفل 3 للأسف، عم ينتحروا الشباب. طيب كيف ما حتخلص الحرب قبل القضاء على كل البنى التحتية العسكرية من آلية وبشرية وقيادات؟ هذا الواضح. نعم، مش معلومة. نحن اخر ناس ما بنحكي مع العدو الاسرائيلي، هن
مخروقين من العدو الإسرائيلي بيعرفهم واحد واحد وين بيروحوا وين بيجوا. ومبارح عم بيدلل الإعلامي بالال بي سي عيا بيني يفوتوا عيا بيفوت ليشوف اللي فيه المصاري. صحيح. يعني العملاء منه إنه فيهم. طيب اليوم قدي عنده حزب الله قدرة على إبطال هذا المشروع؟ ما في، ما بقى عنده لا القدرة ولا القدرة ولا الرغبة ولا المبادرة. يعني اليوم للأسف هو ضحية إنه النظام الإيراني أسسه لها الحزب وعم يدفع له لها الحزب، صار مجبر أخاك لا بطل. هذا اللي للأسف لو عنده قرار شجاع بالتراجع حماية لأبنائه، لكرامة أبنائه، لكرامة عائلته، لكرامة أهله. لأنه اليوم نحن المشكلة أنا بالنسبة لي انتهى حزب الله عسكريا، ماذا بعد؟ معالجة موضوع أهلنا بالجنوب وأهلنا بالبقاع وأهلنا بالضاحية اللي راحت منازلهم. اليوم عندنا معركة تاني، مقاومة تاني. امبارح كنا عند رئيس حزب التوحيد العربي وقام وهاب بيكشف عن معلومة أنه إيران مستعدة توصل لمبلغ 20 مليار دولار تدفعه تعمل هي إعادة أعمار. للأسف الوزير وقام وهاب لم يعد يملك المعلومة أو التحليل، لأنه كمان في طلعة من يومين بالإعلام قال أنه هاشم صفي الدين طيب وبعده طيب ولمسته بأصف الصاروخ ولمسته بأصف الكذا وفي صفة ماشي على عجراه و... هلأ أوكي حقه يطلع الإعلام ويعطي ويقول، بس هو منه على اتصال لا يعرف إذا بدها تدفع إيران أو بده يخلوها لإيران تدفع. ونحن منا بحاجة لإيران، نحن منا بحاجة لمساعدات مالية من أي دولة عربية أو أقليمية. نحن سنجذب الاستثمارات، علينا أن نبني دولة وإعادة بناء الدولة وصورة لبنان الحضاري والثقافي والاقتصادي، ونطلع نجذب استثمارات من لبنانيون الانتشار بالأول بالأول، لأن نحن قادرين كلبنانيون الانتشار. وما فيني خبرك استاذ مارون قديش عم يجيني اتصالات وقديش عم يجيني تأكيدات من صناديق استثمارية لبنانية مستعدين يعملوها للاستثمار في لبنان عندما يتم القضاء على حزب الله عسكريا. معناه بعض بيطرح علينا تستفهم أنه ده بعد عنده هالمخترب سئة أنه يجي ويدفع أموال بالبلد. بعد السئة موجودة، إذا فل ما بقى في حزب الله مهيمن وما بقى في وصاية إيرانية. الحين السئة موجودة وفي رغبة وفي صناديق عم تنشأ تحضيرا لما بعد مرحلة إنهاء الحرب. لن نوصل لهذه المرحلة. اليوم قد ايه ضروري يكون في مقاومة اقتصادية حتى نقدر ما بعرف نكفي؟ ما قلنا غنى عنها، لأنه اليوم نحن ما كنا مهيئين. يعني حزب الله الله يسامحه بهالخطيئة اللي ما كان مهيئ شعبه وبيئته، مهيئنا كشركائه بالوطن على الأقل أنه نحن رايحين على حرب مواجهة، لنخزن مازوت، لنخزن بنزين، لنخزن مواد غذائية اللي هي هلأ بحاجة لها هني بيئته وجماعته، ما بدي أقول بيئته، أهلنا وجنوبنا كمان أو إخواتنا وأصحابنا وحبايبنا وأهلنا بجنوب، منا مخزنين. اللي صار اليوم أنا بأكد لك دخول الجيش إلى المطار والمرفأ وهذا الحمد لله حيد إنه هاي المنشآت الحيوية أن يتم ضربة من العدو الإسرائيلي، لأنه صار الجيش اليوم ماسك المطار وعم يفتش والمعبر. ولكن صحيح إحنا قدرنا وتمكننا بالمطار من تعويض عدم مجيء الطيران الأجنبي بشركة طيران الشرق الأوسط، الله يعطيه ألف عافية محمد الحوت وكل طيار شوف المشاهد يعني، يعني هيدي الكرامة الوطنية، هذا لبنان، مقاومة لبنانية الحقيقية. بس بالبور لما بلشت بواخر بترفع العلم التلياني وبواخر أخرى تمتنع المجيء إلى لبنان لأسباب التأمين، ما بيكون عندك بواخر عم تيجي تجيب لك طعام، كيف بدك تصير تأمن كل هالمادة الغذائية والأمن الغذائي وتقدر تلبي كل هالناس بحاجاتها من الطحين من المواد الغذائية الأساسية ومن المواد المعيشية الأساسية؟ سو نحن اليوم بأمس الحاجة لمقاومة اقتصادية. من هون كان النداء اللي أطلقناه كهيئات اقتصادية صحيح برئاسة الوزير محمد شقيرو بحضور مشكورين نواب الكتل النيابي، مشكورين فردا فردا اللي حضروا الاجتماع بعنوان إنقاذ لبنان، إنقاذا للبنان، لأنه نحن شركاء، لأنه الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص شريك أساسي بتكوين شو المسار اليوم اللي حاطينه أستاذ إلي أو الخطة أو خارطة الطريق؟ تطبيق القرار 1701 اللي عم بتطالب فيه الحكومة والمجتمع الدولي، العمل على تطبيق قرار 1701، ضرورة انتخاب رئيس جمهورية لإعادة مأسسة الدولة وإعادة الحياة إلى الدولة اللبنانية، والذهاب إلى يعني وقف الحرب طبعا، وقف اطلاق النار بالتطبيق، والذهاب إلى إعادة النهوض، وضع خطة إعادة بناء، إعادة نهوض، إعادة جذب استثمارات. يعني هذه في شيء معين لمرحلة الترانزيشن إذا بدك ما بين ما كنا وصلنا لتطبيق هذه القرارات. هلأ نحن اتفقنا بهذا اللقاء، مشكورين مع السادة النواب اللي حضروا من الكتل النيابية كلها كانت ممثلة، وهذا شيء ملفت إنه بهذا اللقاء حتى حزب الله
يعني الرئيس بري بيمثل حزب الله ومفوض، بس كان في مفوض مهم الوزير علي حسن خالي نشكره على حضوره وكان موجود يعني، بس طبعا لاسباب امنيه ما في كان في تدعيم، بس بقيه الكتل كانت كلها ممثله. حيكون في لجان مصغره مشتركه بين الهيئات وبين المجلس النيابي لمتابعه يوميه، ونحن على تنسيق دائم كمان مع قياده الجيش ومع القوى الامنيه ومع قياده المخابرات. ليه؟ لحتى نقدر على الارض عم نعمل مبادرات فردية كهيئات اقتصادية، وحتى الوزير محمد شقير بجمعية بيروت بخير انه عم بيوزع مساعدات انسانية كان للعيال والاسر ولا للقوى الامنية، لنقدر نحن كهيئات اقتصادية وقطاع خاص نوقف حدهم. حتى مجالس العمل المقيمة بالخليج بالسعودية بالامارات بالكويت بعمان مشكورين كلها عم تقوم بجهود. كيف تشوف هذه المساعدات اللي عم تجي باطنان كبيرة سواء من الامارات سواء من سلطنة عمان سواء من السعودية؟ هلا نحن اكيد بنشكرهم، هذا موقف ليس بمستبعد ولا مستغرب من دول الخليج، وهن دائما نحن وياهم هالعلاقه الجيده، بس نحن كنا بنتمنى نشوف استثمارات، ولكن للاسف علينا مش على دول الخليج، علينا نحن انه نوقف بقى عن طلب واستجداء مساعدات، وعيب يعني علينا كلبناني لازم بقى نطبق القرارات الدوليه، ننتخب رئيس جمهوريه، نعيد هيبه الدوله، نعيد مؤسسه العمل السياسي، والذهاب الى جذب استثمارات دولي. لا مؤشر بالسياسة هذه المساعدات؟ لا لا ابدا ابدا ابدا، بعد ما بيحكي مقدمة لدور لا لا اليوم ابدا ابدا، هذا هذا عمل انساني بيعملوه مع دول لانهم عن انسانية المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والكويت وقطر وعمان والخليج والبحرين، هذه منا غريبة، هذه مبادئ اخلاقية انسانية دينية عندهم اياها، لانه دائما الخليج بدينهم وبتقاليدهم يتفاعلون مع الدول الأخرى بشكل إيجابي بشكل خيري بشكل إنساني، مش بشكل حروب مثل ما بيعمل النظام الإيراني. هيدا الدين، هيدا التسامح، هيدا المحبة، تل تدخلاتهم خير وإنماء وإزدهار للشعوب اللي بتتدخل فيها الدول. نعم، تقريبا بكل سؤال سألتك إياه بهذه الحلقة سيز إلي ركزت على موضوع انتخاب رئيس للجمهورية. نعم، بعض اليوم بيحكي أنه هذا الملف على نار حين وفيه تقدم، بعض بيقول لك محطوط بالثلاجة وما في انتخاب رئيس قبل وقف إطلاق النار. شو عندك معطيات أو معلومات بهذا الملف؟ عندنا مشكلة أساسية اليوم بهذا الموضوع. نحن كلبنانية كنا معودين عندنا وصاية سورية للتسعينات كانت هي تقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت يركب هذا رئيس جمهورية مما كان يكون، وكل الأفريقاء توافق عليه. اليوم ما عاد في وصاية سورية. الوصاية الإيرانية ما بتمون إلا على فريق معين. إذا بدنا نقول في تدخل أمريكي بيمون على فريق معين. تدخل سعودي بيمون مع انه ما في، بيمون على فريق معين. فرنسا ما في بقى دوله وصايه للاسف ولحزب ناسنا النعمه والنقمه انه عم تتدخل تقدر تمون على كل الافريقا. شو كيفه؟ او اللي بيخلي الموضوع انك انت راي على ازمه انه اليوم ما لم يعد هناك مرشحين او ثلاثه مثل ما كان ايام اللجنه الخماسيه وايام وجود حزب الله. اليوم فتحت الأبواب على مصراعها على كل مرشحين. أنا بأكد لك بكل كتلة نيابية فيها نائب ماروني هو مرشح على الانتخاب. برات الكتل النيابية كل ماروني بيحكي شوي على الإعلام بيتوسع بيعتبر حاله مرشح على الانتخابات، وهذا حق شرعي حق طبيعي، يعني ما في واحد يمنع الثاني يقول أنا طالما ماروني ولبناني منذ أكثر من 10 سنوات يكون مرشح. بس قابلية قدرته على الوصول عندنا مشكلة اليوم. إذا فتح الرئيس بري المجلس بغض النظر قبل وقف إطلاق النار بعده، طيب حينزلوا هالكتل النيابية هن أصلا من قسمين وأصلا متفرقين وكل كتلة فيها ماروني بده يدعم هذا، عندك 40 مرشح، كيف بتجيب رئيس؟ إذا ما باب الحل عدلنا على القليلة بس نقطة كيفية انتخاب رئيس بنقطتين أساسيتين، آلية الترشيح ترشح مش بس يكون ماروني ومنذ أكثر من جاي، عمل لي آلية للترشح، يعني مرقوا لهالزلمة بعدة إكزامات مثل واحد عم يعمل عم يقدم على شركة بده يعمل انترفيو بده يعمل تنقي. يعني حط لي آلية للترشح مثل ما بيحطوا دول العالم بيعملوا برايمري وانتخابات وبرايمري و و و امبارح لأنه كامالا هاريس تم تعيينها من قبل بايدن أي من الأيام من الديمقراط عليه أنك أنت خلفت الديمقراطية وما مرقت بالبروسس اللي لازم تمر فيه لحتى تكون هي نومينيتد. سو عمال آلية الترشح وحط تايم فريم تايم ليميت، مش تترك الحرية للنواب أنه يجوا ما يجوا ما يحضروا المسخرة اللي عم تصير اليوم. كل الدول ما لها عيبة أنها تعدل دساتيرها وتفوت على إيه أنه هيدي أول شيء آلية الترشح، لأنه اليوم كل ماروني في يعتبر حاله
مرشح. أنا سئلت على أحد إذا أنا مرشح، قلت له وينه يعني أنا وياك هذا مرشح يعني إيه وأنت ماروني يعني. بقى هيكون عندنا مشكلة أساسية، كيف تقدر تلاقي آلية تحصر هالأربعين مرشح إنه ينزلوا على مجلس النواب أو 30 أو 40 يعني إذا بنعدهم أنا وياك بيطلعوا هالقد أو أكثر شوي أو أقل شوي، إنه كيف تقدر. والرئيس بري بيقول لك بدي رئيس توافقي كمان. نحن في شغلة مهمة لازم نشيلها من مفهومنا السياسي مع احترامنا لخبرته لدولة الرئيس وباعه الطويل بالعالم السياسي، بس ما في شيء بالعالم اسمه ديمقراطية وتزيد عليها توافقي. ما في يعني بنزين وفرام. بدي العب انا وياك فريق فوتبول، انت فريق من ضيعه وانا فريق من ضيعه، بنروح على الضيعه متوافقين مين بده يربح؟ شو هالحكي؟ عم نركبها تركيب. هيدا اللي نسفت ولعنت سنسفيل النظام من التسعينات لليوم، لما ضفنا كلمه عمرنا ما نتوافق حتى بشركه بمجلس اداره شركه ما فيك تديرها توافقيا، في غالب ومغلوب، في واحد في اكثريه هي بدها تصوت وتربح. هلا الاكثريه زائد نصف زائد واحد بد 70 بتحددها، بس ما فيك تيجي تقول لي بدي انا كل الافريقا تتفق على اسم او 86 ما في اثنين متفقين على اسم، كيف بدك تعملها يعني؟ هيدي بدنا نشيلها بقى من مفهومنا السياسي ونحترم لعبة الديمقراطية ونروح على ديمقراطية. وين فينا ننزل على المجلس كل فريق عنده مرشح ومنفوت على الانتخابات واللي بيربح يربح. انا بدي اتشكرك استاذ إلي على هذا اللقاء لليوم معنا، يعني ان شاء الله باللقاء المقبل تكون الاوضاع ارتاحت اقله بمدى وقف اطلاق النار والعالم بلش ترجع لبيوتها. انا بدي اتشكرك، بشكرك على الاستضافة.